بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي يا أولاد الـ muscles of the front of the thigh. العضلات اللي في الوجهة الأمامية للفخذ ممكن ناخدهم تحت شقين. إيه هما؟ عضلات جاية من الأبدون والبلبس وهتظهر في الساي زي ما شايفين هنا مثلا. العضلتين دول بدايتهم واحدة في البطن واحدة في الحوض، والاتنين هيعدوا تحت الرباط اللي بين البطن والحوض ويدخلوا في الأنتيريور كومبارتمنت أوف ذا ثاي، ودول اتنين بس اللي هتبقى سواس ميجور وإلياتس. وعضلات خاصة بالأنتيريور كومبارتمنت أوف ذا ثاي وهنتكلم فيهم بعد شوية. هنبدأ في العضلات اللي ديرايف فروم أبدومين أند بيلفس، وأولهم العضلة الضخمة المهمة ديت اللي اسمها سواس ميجر ماسل. البي ما بتتنطقش، سواس ميجر ماسل. تعالى كده نشوف الأوريجن بتاعها هنا أو هنا. العضلة في الأوريجن ضخمة جدا زي ما أنتم شايفين. بص يا أولاد كده، ده الضلع الأخير صح؟ تبقى الفقرة اللي جنبه دي إيه؟ تي 12، آخر فقرة في الصدر تي 12، لأن ده الضلع رقم 12 الضلع الأخير. تبقى دي تي 12 فيرتبرال. الديسك اللي بعدها ده انتر فيرتبرال ديسك، واللي بعده ده انتر فيرتبرال ديسك وانتر فيرتبرال ديسك. هم ساعات مسمي الاولاني ثوراكو لمبر ديسك، وبعد كده كل دول اللمبر انتر فيرتبرال ديسك. هتلاقي العضله طالعه منين؟ دقق شويه كده. العضله بتطلع من الجانبين المتجاورين من فقرتين والديسك اللي بينهم. يعني طالعه منين؟ طالعه من اللور بوردر بتاع تي 12 والابر بوردر في L1 والديسك اللي بين الاثنين، ده اول جزء فيها. وبعد كده اللور بوردر في L1 والابر بوردر في L2 والديسك اللي بينهم، وبعدين لور بوردر في L2 وابر بوردر في L3 والديسك اللي بينهم، وهكذا. يبقى هي بتطلع من الاجزاء المتجاوره في فقرتين والديسك اللي بينهم، سايتس جنبات الادجيسنت بوردرز الحروف المتجاوره في اللاست ثوراسيك وكل اللمبر فيرتبري والديسكس اللي بينهم الانتر فيرتبرال ديسكس. الله، طب وفيما يتعلق بجانب الفقره نفسه انت خدت الحروف بس والديسك، طب وبقيه البادي بتاع الفقره؟ لا، ما بتطلعش منه لانه بيبقى فيه تندنس ارش، في قوس وتري ابيض هنا زي ما شايفينه هنا اهو، بيوصل كل خصله بالخصله اللي بعدها بالخصله اللي بعدها، بس سايب بريدج كوبري. الخروم دي كان بيعدي فيها الشرايين اللي اسمها لامبر ارتريس. لقينا ان لحم العضله بيطلع كمان من التندنس ارش، من الاقواس الوتريه اللي بريدجنج اللامبر ارتريس. التندنس ارش اللي عامله كباري فوق اللامبر ارتريس. اللامبر ارتريس مش في الصوره، كانه الدايره الحمراء اللي انت شايفها دي كانت لامبر ارتريس، والدايره الحمراء دي لامبر ارتريس، والدايره الحمراء دي والدايره الحمراء دي لامبر ارتريس. واتفقنا معاكم قبل كده لما ربنا يعدي ارتري مهم او فين خلال عضله بيحميه بتندنس ارش عشان اللحم الاحمر ما يدوسش عليه، يبقى اخر الانقباضه عند الخط الابيض ده عشان ما يدوسش على الارتري اللي معدي تحته. غيره لما بنحاول بقى نشيلها بنلاقيها كمان ماسكه في الاسطح الاماميه للترانسفيرس بروسيسز بتوع اللمبر فيرتبري. اهو شايفين هنا يا اولاد، اهو ماسكه في الانتيريور اسبيكتس بتوع طبعا العضله. خدوا بالكم انتوا لو دققتوا في الصوره دي هتلاقوا العضله في الحقيقه عضلتين. اللي انا شرحته ده عضله، اللي طالع من التندنس ارش ده دي عضله، واللي طالع من الترانسفيرس بروسيسز بتوع اللمبر فيرتبري دي عضله ثانيه، بس هما الاثنين بيندمجوا مع بعض ويبقوا اسمهم سواس ميجور ماسل. وفي حاجه ظريفه عاملها نيتر هنا، ان موريكم ان اللمبر بلكسس بين جزئين العضله. يعني اللمبر بلكسس مدفونه جوه عضله سواس ميجور؟ مدفونه جوه عضله سواس ميجور بين الجزئين بتوعها. الجزء اللي طالع من السايتس اوف ذا فيرتبري والانتر فيرتبرال ديسكس، والجزء اللي طالع من الانتيريور اسبيكتس في كل اللمبر ترانسفيرس بروسيسز. طب ايه الانسرشن بتاعها؟ العضله هترتبط بزميلتها المجاوره لها اللي اسمها الياكس، وهما الاثنين يعدوا تحت الرباط المهم اللي اسمه انجواينال ليجامنت اللي بيفصل البطن عن الفخذ، ويعملوا مع بعض وتر واحد اسمه اليو سواس تندون. يعني الياكس وسواس ميجور عملوا تندون، اليو سواس تندون. وده يزرع نفسه فين؟ احنا وريناكم في الفيمر ان بعد النيك اوف فيمر في تروكانتر كبير اسمه جريتر تروكانتر فوق، وتروكانتر صغير اسمه ليسر تروكانتر تحت. العضلتين هيزرعوا نفسهم في الليسر تروكانتر اوف فيمر. مين الاعصاب اللي مشغلاها؟ والله دي جواها اللمبر بليكسس، واللمبر بليكسس دي معموله من فنترال برايمري ريماي. العضله شغاله باول ثلاثه فنترال برايمري ريماي، فنترال برايمري ريماي بتوع L1 وL2 وL3،
العصب اللمبر رقم واحد والعصب اللمبر رقم اثنين والعصب اللمبر رقم ثلاثة هم اللي مشغلين عضلة سواس ميجور مصر. لما العصب اللي فوق ده تي 12 يا شباب ده سبكوستال نيرف، بعد منه ال واحد ال اثنين ال ثلاثة، لمبر واحد لمبر اثنين لمبر ثلاثة هم اللي مشغلين سواس ميجور مصر. ايه الاكشن بتاعها؟ هأجله مع عضلة الياكس اللي هنشرحها دلوقتي. عضلة الياكس اهي يا ولاد. طبعا مين الياكس؟ قلنا لكم انه تحت الالياك كريستي من جوه الدنيا ناعمه وعامله حفره اسمها الياك فصه، هي طالعه من الالياك فصه وحته صغيره منها تطلع من حرف عظمه السكرم. هنقول لكم بعدين ان عظمه السكرم دي لها جناحين، جناح يمين وجناح شمال، الجناح اسمه ايلا. اهي طالعه من الحته اللي جنب الاليان في الايلا اوف سكرم، يعني في الصوره دي شايفها طالعه من الالياك فصه؟ طالعه من التلتين الفوقانيين في الالياك فصه، وحته بسيطه منها في الجنب كده هتطلع من جناح عظمه السكرم، الايلا اوف سكرم اللي هو ده الجناح بتاع عظمه السكرم، adjoining part of ايلا اوف سكرم، الجزء المجاور من جناح السكرم. هتعمل انسيرشن فين؟ عيد الكلمتين اللي قلتهم من شويه. هتلتحم مع عضله السواس ميجور اللي جنبها ويعدوا هما الاثنين تحت الانجوينال ليجامنت ويمسكوا في الليسر ترو كانتر اوف فيمر باسم اليو سواس تندون اهو اللي هو ده. مين النيرف سبلاي بتاعها؟ لو رجعت للصوره اللي فاتت كده ادي الياكس اهي يا ولاد وادي سواس ميجور اهي، هيبقى بينهم عصب كبير اسمه فيمورال نيرف، عصب الفخذ الامامي. شايف؟ بيرمي فرع لالياكس اهو، الياكس شغاله بفرع من فيمورال نيرف اللي جاي من اللمبر بليكسس. طبعا في لمبر بليكسس هنا وفي لمبر بليكسس هنا، احنا في الصوره دي مقطعين لكم الاوريجن بتاع جزئين السواس ميجور وهنا سايبينها سليمه. بين سواس ميجور والياكس موجود الفيمورال نيرف اللي بيشغل عضله الياكس. تبقى هي شغاله بفيمورال نيرف بفرع جاي لها واحنا في الابدومين اهو، احنا لسه ما عديناش للور لين، الفرع جالها واحنا في الابدومين، في الحقيقه مش في الابدومين، في البلفس في الحوض. تعالى لي بقى للاكشن بتاع العضلتين اليوسواس، ادي الياكس وادي سواس ميجور. شايف طالعه منين؟ طالعه من السايتس بتوع اللمبر فيرتبري والانتر فيرتبرال ديسك، وطالعه من الانتيريور سيرفيسز بتاعت اللمبر ترانسفيرس بروسيس. حلوه قوي. العضله طالعه من العمود الفقري وماسكه في الليسر ترو كانتر، عدت قدام الهيب جوينت ولا وراه؟ قدام مفصل الهيب جوينت، يبقى ترفع الفيمر ريفليكشن ولا ترجعها لورا وتعمل اكستنشن؟ اكيد هتسحب الفيمر ناحيه العمود الفقري، يعني هتتني الفخذ اللي هو وضعك وانت قاعد على الكرسي، ان الفخذ مرفوع لقرب بطنك. هي بقى اقوى فليكسور للهيب جوينت. ليه؟ لانها جايه من اخر ديسك في الثوركس، فشوف العضله طويله قد ايه. حسب قانون ستيرلينجز بتاع الفسيولوجي، ستيرلينج بيقول كل ما كانت المسافه بين الاورجن والانسرشن في العضله طويله كل ما كانت العضله اقوى من واحده ثانيه اقصر في المسافه. فطبعا كوني جاي من اخر فقره في الثوركس وحمسك في الليسر تروكانتر فيمر تبقى طبعا العضله طويله جدا، تبقى قويه جدا في تاني الفخذ. هي الباورفول فليكسور اوف ذا هيب جوينت. طب استنى بقى، هي مسكت ميديان للنيكو فيمر ولا لاترال للنيكو فيمر؟ ميديان، تبقى تعمل ميديان روتيشن في الثاي، وهي اقوى فليكسور وميديان روتيتور للهيب جوينت. يعني هترفع الفيمر في اتجاه العمود الفقري وتلف الفيمر ناحيه العمود الفقري، ميديال روتيشن اوف ثاي. طب العضله اليمين والشمال، يعني هرجعك للصوره اللي فاتت. لو اشتغلت اليوسواس اليمين والشمال بس كان الاوريجن في الليسر تروكانتر، يعني ايه؟ واحد نايم على الارض وزميله دايس على الفخذين عشان ما يقومش ما يحركش الفخذين، اصبح الجزء الثابت هو الليسر تروكانتر هو الاوريجن، واصبح الانسرشن في العمود الفقري والديسكات اللي بين الفقرات. ساعتها ايه اللي يجرى؟ هيبقى الاورجن هنا والانسرشن هنا والعضلتين هيشدوا، فهيجيبوا العمود الفقري في اتجاه الفخذين. حركه انك تبقى نايم على سرير وتقوم، ادي سواس ميجور اليمين والشمال او اليو سواس اليمين والشمال لما يشتغلوا مع بعض. مين لي في الاكشن ده؟ سواس هي اللي شغاله، لان هي اللي ماسكه في العمود الفقري وتخليك تهم او تقوم من على السرير. ده الكلام ده لو كنت مثبت الانسرشن في الليسر ترو كانتر، زي اللي بيعمل تمرين على بنش مايل ومثبت رجله وبيقوم بجسمه عشان يشغل عضلات بطنه، هو بيشغل عضلات بطنه بيشغل معاهم سواس ميجور ماسل. فهنقول الماسلز اوف بوث سايدز لو اشتغلوا مع بعض يعملوا لي فورورد فليكشن اوف ذا فيرتيبرال كولم، يتنوا العمود الفقري لقدام
as in rising from the recumbent position. وانت بتقوم من وضع الركود. recumbent position يعني وضع ركود. وتبقى الناس فاهمة ان الشغلانة دي من الانسيرشن مش من الاوريجن. طب لو واحدة بس اشتغلت لوحدها، لو عضلة لوحدها وشغالة برضو من الانسيرشن، تعمل لي lateral flexion of the vertebral column. يعني لو سواس ميجور اعتبرنا ده الاوريجن بتاعها وده الانسيرشن، هتشد العمود الفقري الناحية دي، اللي هو ان واحد يبقى واقف ويميل نفسه لليمين او يميل نفسه للشمال. lateral flexion of the vertebral column. يبقى لو العضلتين مع بعض forward flexion of the vertebral column، لو العضلة اليمين lateral flexion لليمين، لو العضلة الشمال lateral flexion للشمال. تمام يا اولاد؟ طبعا الناس تبقى فاكرة ان الاكشن بي ان سي acting from it is insertion مش from its origin. from its origin يبقى هتحرك الهيب joint flexion مع medial rotation وهي الأقل. دول العضلتين اللي كانوا جايين من الابدومين والبلز. في بقى muscles specific for the front of the thigh، عضلات تخص الفرونت اوف ذا ساي. واولهم اللي هي اللي احنا بنحبها زياده عن اللازم، العضله الخياطيه سارتوريوس ماسل، اللي هي دي العضله الخياطيه. ده تصوير امامي وده تصوير جانبي لواحد مقسوم في الميد لاين، يعني ده ساجيتال سيكشن وده اللور لمب اليمين بتاعه. سارتوريوس دي اطول عضله في جسم البني ادمين، longest muscle in the body، واحنا درسناها لكم في الانترودكتوري على انها مثال لبارالل فايبرز او عضله ستراب لايك، عضله شريطيه. هي ستراب لايك وذ بارالل فايبرز، احسن مثال لعضله ستراب في الجسم كله. ايه بقى الاوريجن والانسرشن؟ كلكم عرفتوا معايا قبل كده ان دي اسمها anterior superior iliac spine، واللي تحتها دي اسمها anterior inferior iliac spine. سارتوريوس طالعه من الانتيريور superior iliac spine، يبقى الاوريجن من الانتيريور سوبيريور ايلياك سباين. في حته صغيره منها بتطلع من الرباط اللي بيفصل البطن عن الفخذ اللي هو الانجوينال ليجن. في حته صغيره منها بتطلع من النوتش اللي بين التو سباينز. المهم عندي انه 90% من اليافها خارج من الانتيريور سوبيريور ايلياك سباين. طب ايه الانسرشن بتاعها؟ هتفضل قطع الفخذ فروم لاترال تو ميديال وتوصل لعظمه التيبيا. يوم ما توصل في التيبيا تبقى ميديال. خدوا بالكم يا اولاد، هي بالنسبه للهيب جوينت بدأ لاترال، بالنسبه للني جوينت هتنتهي ميديال، والكلام ده هيفرق قوي في الاكشن. الاوريجين لاترال للهيب جوينت، الانسرشن ميديال للني جوينت. تمام يا اولاد؟ وبتبدا قدام الهيب وبتنتهي ورا الني. هتزرع عندها فين؟ في اعلى حته في الميديال سيرفيس اوف تيبيا، في الابر بارت اوف ميديال سيرفيس اوف تيبيا. لحظه ما بتقف، لو خلينا الراجل ده يلف فخده هنبص نلاقيها في اللحظه اللي بتقف فيها في التيبيا بيقف وراها عضلتين تانيين، ونشوف ثلاث اوتار، اولهم سارتوريوس وتانيهم الرشيقه اللي هشرحها في الميديال سايد اوف ساي، جراسيليس ماسل. جراسيل يعني رشيق. ثالثهم العضله النصف وتريه سيمي تندينوزس ماسل. بقى عند حضرتك سارتوريوس جراسيليس سيمي تندينوزس وسارتوريوس في المقدمه اللي احنا بنقولهم اختصارا اس جي اس. يبقى هي بتزرع نفسها في الابر بارت اوف ميديال سيرفيس اوف تيبيا قدام الانسرشنز بتوع جراسيليس وسيمي تندينوزس اللي هي ثلاثيه الاس جي اس. مين العصب اللي مشغلها؟ هتشوفوه بعد شويه تاني. فيمورال نيرف اللي هو عصب الفخذ الامامي، كل العضلات الاماميه شغاله من الفيمورال نيرف زائد عضله الياكس اللي شفتوها من شويه. الاكشن بقى دي شغاله على كم مفصل؟ احنا قلنا للشباب نسال نفسنا اما اجي اقول اكشن عضله اشوف الاول هي عدت على كام مفصل. العضله بتعدي على الهيب جوينت وبتعدي على الني جوينت، ويوم ما بتعدي على الهيب جوينت بتكون قدامه ولاترالي، ويوم ما بتعدي على الني جوينت بتكون وراه، شايفين الصوره دي؟ ورا الني جوينت وراه وميديالي. يبقى هي شغاله على الهيب وشغاله على الني. عدت قدام الهيب تعمل له فليكشن تبني الهيب، عدت ورا الني برضه تعمل له فليكشن تاخد الساق لورا. العضله لما تبقى ورا الركبه وتشد تاخد الساق بتاعتك لورا، يبقى هتعمل فليكشن في الهيب وهتعمل فليكشن في الني. بس وهي بتشتغل على الهيب هتعمل له لاترال روتيشن ولا ميديال روتيشن؟ وهي بتبني الهيب جايه له من بره فهتعمل لاترال روتيشن، يبقى الهيب بيتني ويحصل له لاترال روتيشن. في الني هتمسك في الميديال سايد فتعمل ميديال روتيشن. دور على وضع كده بتعمله في اي وقت يكون فيه الهيب متني والني متني،
بس الهيب لافف لبره، فخدك من فوق لافف لبره، وساقك من تحت لفه لجوه. ده ايه الوضع ده؟ اللي يبقى فيه المفصلين دول متنيين، واللي فوق لافف لبره، الفخد من فوق لافف لبره، والساق من تحت لفه لجوه. هوريك الصوره حالا. الوضع ده الراجل ده تاني الهيب، ايوه تاني الهيب، تاني الني، تاني الني، فخده ملفوف لبره فوق، وساقه ملفوفه لجوه عشان تركب على زميلتها الثانيه. وضع القرفصاء، هذا الوضع هو اللي بتعمله سرتوريس. الخياط في اللغه اللاتينيه سرتور تيلور. طبعا الراجل ده مش قاعد قعده سرتوريس، لا انا بس جايبها عشان تعرف ان الخياط في اللاتيني سرتور، انما سرتوريس هي اللي بتعمل هذا الوضع، وضع القرفصاء، انك تركب الساقين في بعض وانت قاعد على الارض. وابقى بص على ساقك كده هتلاقيها عامله ميديال روتيشن، وابقى ده فخدك هنا ملفوف لبره، لاترال روتيشن. اللي بيعمل دول في حركه واحده هي سرتوريس، هي اللي مسؤوله عن بوتنج ذا لور ليم ان ذا كروس ليج تيلورز بوزيشن باي اكتنج اون بوث هيب اند ني. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك كروس ليج بوزيشن وضع انك تحط رجل على رجل وانت قاعد على قهوه، لا لا مفيش كده خالص. معلش اقول له معلش، احنا لما بنحط الفرد على الفرد واحنا قاعدين على القهوه بنبص نلاقي الليج لفه لبره، وبص على صوابع رجليك عشان تتاكد من الكلام ده. انما دي تخريفه شويه، مش قعده كراسي القهاوي يا شباب، لا القعده القرفصاء على الارض، بحيث اني عملت فليكشن ولاترال روتيشن في الهيب، وفليكشن وميديال روتيشن في الني. فليكشن في المفصلين بس، لاترال روتيشن في الهيب لاني جاي من بره الهيب، وميديال روتيشن في الني لاني هنتهي جوه الني، ميديال تو ذا ني. لا ده في اكشن خطير تاني يا اولاد. ايه هو بقى؟ سرتوريس وقفت وراها جراسيليس، وقفت وراها سيمتندينوزس، والتلاتة دول مسكوا في مكان واحد. بص على الصورة دي كويس واقلبها، هتبص تلاقي التلات خيوط اتقابلوا في نقطة واتفرقوا فوق. يوم ما يتفرقوا بيمسكوا فين؟ سرتوريس بتمسك في الإليم، الإليك سباين دي طبعا عظمة الإليم، وجراسيليس هتمسك في عظمة البيوبس، عظمة العانة، وسيمتندينوزس هتمسك في عظمة الاسكيام اللي بتقعد بيها على الكرسي. الله، مش انا يوم ما شرحت لكم الهيب بون قلت لك هي ثلاث اجزاء، اليام واسكيام وبيوبس، ده طلع ان كل واحده من الاس جي اس ماسكه في واحده من الثلاثه دول. اعتبر لي حضرتك عظمه الهيب اللي فوق دي كفه ميزان متثبته بثلاث احبال. يعني ايه؟ ليها حته ماسكه في الاليام، وليها حته ماسكه في البيوبس، وليها حته ماسكه في الاسكيام، وفي الاخر كلها ماسكه في الابر بارت اوف ميديال سيرفيس اوف تيبيا. ده معناه ايه؟ لو الحوض جه يميل لورا سرتوريس تعدله لقدام، لو الحوض هيميل لقدام سيمتندينوز استعدله لورا، لو الحوض هيميل الناحيه الثانيه جراسيل استعدله ناحيتها ثاني. ازاي؟ هشرحها على الصوره اللي جايه. يبقى توجذر ويز جراسيلس اند سيمتندينوز اتستدس ذا بلفس، بتثبت الحوض على الفيمر والفيمر على التيبيا اثناء الوقوف والمشي، ستاندنج اند ووكينج، وهحتاجها اكتر during walking لما اكون رافع رجل عن الارض والحوض عايز يميل في الناحيه الثانيه. الصوره اللي جايه هتوضح الصوره اكتر. ادي مفصل الركبه يا اولاد، مفصل الركبه اهو، ورا منه ثلاث عضلات، سارتوريس رقم واحد، جراسيلس رقم اثنين، سيمي تندينوزس رقم ثلاثه، اللي هم في الصوره دي ثاني، سارتوريس وراها جراسيلس وراها سيمي تندينوزس مصر. التلاتة اهم، شايف التلاتة ماسكين فين في التيبيا؟ في الابر بارت اوف ميديال سيرفيس اوف تيبيا، سرتوريس وراها جراسيليس وراها سيمي تندينوزس. نرجع للصورة دي، مش أنا قلت لك اعتبر لي عظمة الهب تلات أجزائها كفة ميزان؟ وسرتوريس ماسكة في الإليم، وجراسيليس ماسكة في البيوبس، وسيمي تندينوزس ماسكة في الإسكيام. طبعا لو حميل لقدام تلحقني اللي ورا تعدلني سيمتندينوزس، ولو حميل لورا تلحقني سرتوريس اللي قدام، ولو حميل الناحيه الثانيه تلحقني جراسيلس، وهكذا. يبقى الثلاثه كانهم ثلاث احبال على كفه ميزان. في ناس تسميهم جايروبس، اللي هم ايه الجايروبس؟ اللي هي احبال عرايس الماريونيت اللي بيمسكهم راجل كده جاي ويفضل يثبتهم على المسرح وهم متزينين اثناء المشي، فيقولوا دول زي عرايس الماريونيت، جايروبس. تعالوا بقى للعضله الكبيره في اللور ليمب، كوادريسيبس فيموريس
ماسل رباعية الرؤوس الفخذية كوادريسيبس فيموريس ماسل. ليه سموها كوادريسيبس؟ لأنها في الأورجن طالعة بفور هيتس. مين هم بقى الفور هيتس بتوعها؟ بص يا أولاد هنجيب صورة هي متجمعة فيها أهي. الراس اللي مستقيمة ديت اسمها ريكتس فيموريس ماسل. جنبها واحدة ضخمة قوي من الميديال سايد، واحدة ضخمة قوي من اللاترال سايد. كلمة ضخم في اللغة اللاتينية فاست. فاست. فاستس ميدياليس اللي ناحية جوه الجسم، وفاستس لاتراليس اللي ناحية الاليوتيبيال تراكت بره. ولو خلعتوا لنا ريكتس فيموريس هتلاقوا نايم تحتها واحدة تالتة اسمها فاستس اللي بين ميدياليس ولاتراليس، فاستس انتر ميدياس. يبقى العضلة بكام راس؟ فور هيتس. دي راس لوحدها اللي عاملة زي ورقة الشجر دي، اسمها الرأس المستقيم ريكتس فيموريس. والضخمة اللي ميديال لها فاستس ميدياليس، والضخمة اللي لاترال لها فاستس لاتراليس، والضخمة اللي مستخبية تحت ريكتس فيموريس بين دي ودي تبقى فاستس انترميدياس. إذا لها فور هيتس، ريكتس فيموريس وفاستس لاتراليس وفاستس ميدياليس وفاستس انترميدياس. ريكتس فيموريس في حد ذاتها طالعة براسين، ورجعك للصورة تاني وتشوف الحقيقة دي. ريكتس فيموريس نفسها لها تو هيتس، واحدة نازلة عدلة ستريت، واحدة ريفليكتد معكوسة من فوق الهيب جوينت، لفة فوق الهيب جوينت وجاية تقابل زميلتها اللي نازلة عدلة. اللي نازلة عدلة ستريت هيد، الرأس المستقيمة للعضلة المستقيمة، ستريت هيد اوف ريكتس فيموريس. دي جاية من فوق الاسيتابولم وهوريها لك دلوقتي حالا، ريفليكتد هيد اوف ريكتس فيموريس. شايفين يا أولاد؟ مش دي عظمة الهيب من الجنب وده الاسيتابولم اللي بتنام فيه دماغ الفيمر؟ مش دي الانتيريور سوبيريور الياك سباين؟ تبقى دي الانتيريور انفيريور الياك سباين. هينزل منها راس مستقيمه للريكتس فيموريس وتجي لها الراس الثانيه معكوسه من الجروف اللي فوق الاسيتابيولام، يبقى هي ليها تو هيتس. طالعين منين التو هيتس؟ راس من الانتيريور انفيريور الياك سباين وراس من الجروف اللي فوق الاسيتابيولام، ويتحدوا مع بعض ويعملوا لنا العضله اللي عامله زي ورقه الشجر. اهو ادي المنشا بتاعها من الجروف اللي فوق الاسيتابولم، وفي نقطه حمراء محطوطه قدام ده بس مش باينه في الصوره للستريت هيد بتاعتها، راسها المستقيمه هتنزل من الانتيريور انفيريور الياك سباين وراسها المعكوسه من الجروف اللي فوق الاسيتابولم. اهي في الصوره دي راسها المستقيمه من الانتيريور انفيريور الياك سباين وراسها المعكوسه من الجروف اللي فوق عظمه اسيتابولم. نرجع للصوره دي كده. ريكتس فيموريس بتنشا براسين ستريت هيد وريفليكتد. الستريت جايه منين يا اولاد؟ اهي من الانتيريور انفيريور الياك سباين. طب والريفليكتد جايه منين؟ الجروف اللي فوق الاسيتابيولم. تمام؟ هرجعك للصوره ثاني تستوعبها معايا هنا. راس طالع من الانتيريور انفيريور مش الانتيريور سوبيريور، من الانتيريور انفيريور الياك سباين، وراس جايه من فوق الاسيتابيولم من الجروف اللي فوق الاسيتابيولم، باينه حلوه قوي قوي في الصوره دي. اهي دي اوريجين اوف ذا ريفليكتد هير اوف ريكتس فيموريس من الجروف اللي فوق الاسيتابيولم اهي، انما اللي طالعه من الانتيريور انفيريور دي هي الستريت هيب، والاثنين يقابلوا بعض على شكل سبعه عربي ويعملوا عضله ريكتس فيموريس. دي اول راس. فاستس لاتراليس وفاستس ميدياليس بيطلعوا منين؟ دول بقى افتكر لي عشانهم لينيا اسبرا وامتداداته، بس قبل ما اقول كده هقول لك ده كان اسمه ليسر تروكانتر والكبير ده اسمه جريتر تروكانتر، وكان بينهم خط خشن كده اسمه انتر تروكانتريك لاين، صح؟ انتر تروكانتريك لاين. احنا هناخد العضلتين دول بذات مقارنه يا شباب. فاستس لاتراليس بتطلع من الابر بارت في الانتر تروكانتريك لاين ثم بدايه الجريتر تروكانتر، روت جذر الجريتر تروكانتر. تبقى طالعه من الابر بارت في الانتر تروكانتريك لاين ومعاه قاعده الجريتر تروكانتر، الروت او البيز بتاع الجريتر تروكانتر. انما فاستس ميدياليس تطلع من اللور بارت في الانتر تروكانتريك لاين. انا كاتب لكم اوريجن اوف فاستس ميدياليس من الانتر تروكانتريك لاين، وده اوريجن اوف فاستس لاتراليس من الانتر تروكانتريك لاين، والبيز او الروت بتاع الجريتر تروكانتر. بقيه العضلتين هنلف لهم عظمه الفيمر. شوف بقى بقيه فاستس ميدياليس جاي منين؟ طبعا انا لفيت، يبقى لو هلف كده والف العظمه يبقى بقيتها اهو طالعه منين؟ سبايرال لاين اوف فيمر، الخط الحلزوني اللي في الثلث الفوقاني للفيمر اللي هيكمل على الميديال ليب اوف لينيا اسبرا، اللي هيكمل على الميديال سوبرا كوندايلر لاين اوف فيمر. كل ده الاورجن بتاع فاستس ميدياليس. يبقى انا لو هاخد فاستس ميدياليس الاول هتقول لي طالعه منين؟ اللور بارت
بتاع الانتر ترو كانتريك لاين اوف فيما والسبايرال لاين والميديال ليبوفلينياسبرا والميديال سوبرا كوندايلر لاين اوف فيما. يبقى فاستس ميدياليس من اللور بارت في الانتر ترو كانتريك لاين ثم السبايرال لاين ثم الميديال ليبوفلينياسبرا ثم الميديال سوبرا كوندايلر لاين. طب وفاستس لاتراليس اعكس بقى upper part of inter trochanteric line والبيز او الروت اوف ذا جريتر تروكانتر. لف العظمه بقى lateral lip بتاعت الجلوتيال تيوبروستي. الناس فاكره ان لينيا اسبرا لما شفتين ويتخصموا يعملوا لنا ميديال سبايرال لاين ويعملوا لنا لاترالي جلوتيال تيوبروزيتي. وجلوتيال تيوبروستي نفسه ليه lateral lip وميديال lip وخشونه بينهم. هي ماسكه في lateral lip فاستس لاتراليس طالعه من lateral lip اوف ذا جلوتيال تيوبروستي اللي هي هتكمل تحت على اللاترال ليب اوف لينيا اسبرا اللي هي هتكمل تحت على اللاترال سوبرا كوندايلر لاين. بس هي الاوريجن بتاعها في اللاترال سوبرا كوندايلر لاين بداية 2 بس عشان كده ساعات ما بتتكتبش. يبقى هتقول لي طالعه من الابر بارت في الانتر تروكانتريك لاين والروت اوف ذا جريتر تروكانتر ولما نروح ورا تبقى لاترال ليب اوف جلوتيال تيوبروستي ولاترال ليب اوف لينيا اسبرا وممكن نضيف بدايه اللاترال سوبرا كوندايلر لاين اوف فيمر. انما فاستس ميدياليس بتوصل لاخر الميديال سوبرا كوندايلر لاين. يعني فاستس ميدياليس اكبر من فاستس لاتراليس واقوى من فاستس لاتراليس. يتبقى للشباب فاستس انترميدياس. انا لما كنت اسال الشباب زمان انا قلت لك اهو الاورجن بتاع فاستس ميدياليس ميديال ليب اوف لينيا اسبرا وفاستس لاتراليس لاترال ليب اوف لينيا اسبرا. امال بقى فاستس انترميدياس اللي بينهم؟ فيروح بسرعه ردين ايه؟ من بين التو ليبس اوف لينيا اسبرا. بين التو ليبس اوف لينيا اسبرا يعني العضله دي ورا لان لينيا اسبرا كله ورا. فتبدا الناس تنتبه وتفكر تاني. الله صحيح. بصوا بقى يا اولاد لازم نشوف صوره فيها قطاع في الفخذ عشان الناس تفهم المعلومه دي. بص لي بقى هنا ادي ريكتس فاموريس وادي فاستس ميدياليس وادي فاستس لاتراليس ادي فاستس انترميدياس ده في وش الفخذ. الله بص على الصوره دي كويس. لينيا اسبرا اهو ورا الخط اللي بارز ده لينيا اسبرا طالع من اللاترال ليب طالع من اللاترال ليب فاستس لاتراليس طالع من الميديال ليب فاستس ميدياليس. العضلتين بيبداوا ورا انما لازم يطلعوا قدام لانهم في الفرونت اوف ذا ساي. فاهمين ولا لا؟ العضلات منشأها ورا فخدك بس بتاخد لفه باليافها كده ويطلعوا لقدام. اختهم لازم تنتظرهم قدام. يعني فاستس انترميدياس طالعه من الانتيريور سيرفيس بتاع عظمه الفيمر وحسب الصوره دي مش بس من الانتيريور سيرفيس وكمان من اللاترال سيرفيس من عظمه الفيمر. يبقى نرجع لهنا ونقول فاستس انترميدياس بتطلع من الانتيريور واللاترال سيرفيس اوف فيمر ما عدا الربع الاخير او ما عدا الثلث الاخير. تبقى هي طالعه من الابر 3 ارباع والابر 2 ثيردز في الانتيريور واللاترال سيرفيسز بتوع الشافت اوف فيمر واخواتها واحده هتجي لها من الناحيه دي واحده هتجي لها من الناحيه دي وتكون هي واقفه لهم في النص حسب الصوره دي. ما بتقول هي واقفه في النص وجاي لها فاستس ميدياليس من ورا لقدام وجاي لها فاستس لاتراليس من ورا لقدام. حاجه كده سهله يا اولاد. تعالوا بقى نشوف كلهم هيعملوا ايه. فاستس ميدياليس مع لاتراليس مع انتر ميدياس مع ريكتاس فيموريس هيعملوا وتر واحد اسمه كوادري سيبس تندون واحد من اقوى الاوتار اللي في الجسم بس مش اقوى وتر. ها بتاع العرقوب اللي هو تندو اخيلس اللي ماسك في الكعب هيبقى اقوى وتر. ده اللي انتم شايفينه ده وتر كوادري سيبس ومدفون جوه منه عظمه صابونه الركبه او باتيلا. عشان كده حسبنا باتيلا اكبر سيسامويد بون في الجسم. بصوا بقى احنا هنقول الانسرشن ازاي. الفور هيدز يتجمعوا في تندون واحد اسمه كوادريسبس تندون وده هيزرع نفسه كما يلي. ازاي بقى؟ التندون هيمسك الاول في البيز اوف باتيلا. عظمه الباتيلا دي هرم مقلوب مثلث مقلوب. هنمسك في البيز اللي فوق وننشق نصين. نص الوتر يعدي قدامها ويبقى كاشف البون كده من وراه ونصه يعدي وراها وكده اصبحت هي سيسامويد مدفونه جوه الوتر. ونرجع نكمل من الايبكس بتاع الباتيلا لحد التيوبروستي اللي في التيبيا اللي اسمه تيبيا التيوبروستي. فدلوقتي يا اولاد هذا الجزء من الوتر لم يعد وتر عضله لانه اصبح بين عظمه وعظمه فتحول الى ليجام. يقولوا عليه ليجامنتم باتيلي رباط الباتيلا اللي شابكها في التيبيا ليجامنتم باتيلي او باتيلر ليجامنت. تحت كده ماشيه. بس في حاجه بقى لاحظوها في الصور دي بالذات. اوطى الياف في فاستس لاتراليس
وزيهم اوطى الياف في فاستس ميديالس، بيمسكوا في اللاترال والميديال بوردرز بتوع الباتيلا ويقولوا عليهم ميديال ولاترال باتيلا ريتيناكولا، الاربطه اللي بتحافظ على الباتيلا سنترالايزد قدام ركبتك. شويه الياف من فاستس لاترالس بتشدها كده وشويه الياف من فاستس ميديالس بتشدها كده، ومش تابعين للتندون الرئيسي، يعني مش كل الالياف بتروح للتندون الرئيسي، شويه الياف من لاترالس وشويه الياف من ميديالس بيمسكوا في الميديال واللاترال بوردرز بتوع الباتيلا. شوفوا الكلمتين دول الانسرشن، الفور هيتس يتحدوا ويعملوا سنجل تندون بينسرت على ثلاث مراحل. فيرست نمسك في البيز اوف باتيلا، اهو مسكت في قاعده الباتيلا، او اهو مسكت في قاعده الباتيلا. بعد كده نسبلت ننشق وننكلوز الباتيلا ونبلع الباتيلا. بعدها من الايبكس اوف باتيلا الى التيبيال تيبروستي، هذا الجزء اسمه ليجامنتم باتيلي او باتيلر ليجامنت. معلش في شويه في حاجه مش مكتوبه في الانسرشن، انه شويه فايبرس من فاستس ميديالس وشويه فايبرس من فاستس لاترالس ما بيمسكوش في التندون الرئيسي، بيمسكوا في الميديال بوردر واللاترال بوردر في باتيلا، واسمهم ميديال ولاترال باتيلا ريتيناكولا، جمع ريتيناكولا، اظن باينه خالص في الحته دي، ميديال باتيلا ريتيناكولا ولاترال باتيلا ريتيناكولا. في بقى حته مهمه خالص في العضله دي، ارتيكولاريس جينو ماسل. كلمه جينو يعني نسب الركبه، عشان كده نقول ساعات جينيكولار يعني متعلق بالركبه، وارتيكولاريس يعني بتتعلق بالمفصل. دي بقى شبيهه ارتيكولاريس كيوبيتاي اللي قلناها لكم مع عضله الترايسبس، بس دي بقى في الركبه تبقى ارتيكولاريس جينو. كلمه ارتيكولاريس يعني عضله متعلقه بالمفصل، جينو الركبه، ارتيكولاريس جينو مفصل. بص يا اولاد، مفصل الركبه هو المفصل الوحيد في الجسم اللي فيه جزء من كبسولته مش موجود، ربنا عامله كبسوله من ورا ومن جنبه الميديال ومن جنبه اللاترال، بس مضيع الكبسوله من قدام وحاطط قدامها الباتيلا والتندون في كوادريسبس وهو بالع الباتيلا، ودي باينه في الصوره دي قوي قوي، التندون بتاع كوادريسبس بالع الباتيلا جواه ومكمل لجامنتم باتيلي. السينوفيال ميمبرين الغشاء الزلالي اللي فيه السائل الزلالي جوه المفصل بيخرج من الناحيه المفتوحه فيها الكبسوله من ورا الباتيلا ويعلو عن الباتيلا ويعمل كيس فيه زلال، يقولوا عليها سوبرا باتيلر يعني فوق الباتيلا، مازياتا كيس لمنع الاحتكاك، سوبرا باتيلر بيرسا باينه في كل الصور ولا لا؟ الكيس الزلالي للركبه خرج من اعلى حته في الركبه من قدام لانه ما فيش كبسوله قدام الركبه فسمحت له بالخروج وطلع لفوق، نام بين مين ومين؟ نام بين عظمه الفيبر ورا وجزء من الكوادريسبس قدام، انا قاطع في نص الفخذ، يبقى دول انهي راسين في الكوادريسبس؟ ريكتس فاموريس وراها فاستس انترميدياس، صح؟ فاستس انترميدياس هي اللي طالعه من السطح الامامي في الفيمر، صح كده؟ تمام؟ حد ملاحظ انه اوطى الياف في فاستس انترميدياس من الديب فايبرز سابوا التندون الرئيسي وراحوا مسكوا في الكيس الزلالي اللي خارج من الركبه اللي اسمه سوبرا باتيلر بيرسا؟ اهي ديت ارتيكولاريس جينو ماسل، يعني ايه تعريفك لها؟ اوطى الياف واعمق الياف من فاستس انترميدياس اللي مش بيجوين التندون اللي اسمه كوادريسبس تندون وبيمسكوا في قمه السوبرا باتيلر بيرسا بين عظمه الفيمر وعضله كوادريسبس، عشان وانت بتبني وتفرد ركبتك كانت العضله دي هتتهري وهي بتحك في عظمه الفيمر، فربنا حط كيس زلالي يمنع احتكاك كوادريسبس بالفيمر. يبقى اللور موست ديب فايبرز بتاع فاستس انترميدياس بيزرعوا في اعلى طرف للسوبرا باتيلر بيرسا بتاعت الني جوينت. طب وليه كده؟ خلي الراجل ده يتني ركبته، هتلاقي الكيس ده اتسحب جوه الركبه، خليه يفردها بسرعه كانه هيشوط كوره، الكيس ده لو كان لسه جوه الجوينت وما لحقش يطلع بره وفردت بين التيبيا والفيمر الكيس هينفجر ويطلع الميه اللي فيه. يعني تخيل معايا ان الكيس ده اتسحب جوه الركبه وانت تانيها وجيت تفرد بسرعه قبل ما تسحبه تاني لبره وهو متكون جوه كده بين العظمتين، والعظمتين هيتفردوا ويجوا على بعض هيفجروا الكيس ده تماما. ربنا خلق دي عشان تشد طرف الكيس تسحبه من المفصل قبل ما ينفجر جوه والعظمتين بيقربوا من بعض وانت بتفرد. They pull او it pulls على طول it pulls the person upward during extension of the knee joint to prevent its interpolation into the joint. يعني ايه interpolation؟ حبسها بين قطبي المفصل. مين قطبي المفصل؟ الكوندايلز بتوع الفيمر فوق والكوندايلز بتوع التيبيا تحت، كوندايلز الفيمر فوق كوندايلز التيبيا تحت، ده القطب الشمالي قطب جنوبي، قطب يعني بول. دي لو كانت نايمه بين القطبين وفردنا وهرسناها بينهم على طول
كان زمانها حتم فاجر، ودي اسمها interpolation into the joint. ايه النيرف سبلاي بتاع كوادريسبس فيموريس؟ اهو يا اولاد العصب اللي حضراتكم شفتوه من شويه بين الياكس وسواس ميجور اللي اسمه فيمورال نيرف. فيمورال نيرف هنقول بعدين ان شاء الله بينقسم الى anterior division وده اغلبه كيوتينيوس مع فرع للسرتوريوس، وبوستيريور ديفيجن كلهم شغالين من البوستيريور ديفيجن بتاع الفيمورال نيرف. بس يا ريت تلاحظوا معايا كام حاجه بقى. العصب اللي هيروح لريكتس فيموريس هيبعت فروع من داخلها يطلعهم لكبسوله الهيب جوينت، يعني هو اللي بعت ارتيكولار برانشز للهيب جوينت النيرف اللي رايح لريكتس فيموريس من خلالها. هي ليها راس جايه من فوق الاسيتابولم يبقى اقدر ابعت من خلالها الاعصاب الى الهيب جوينت. النيرفس اللي رايحه لفاستس ميدياليس وفاستس لاترالس وانترميدياس هتفضل ماشيه جوه العضلات ويسيبوا شويه فايبرز يطلعوا لكبسوله الني جوينت، يبقى النيرفس للفاستاي شايلين ارتيكولار برانشز للني جوينت. الراس الوحيده اللي تقدر توصل للهيب جوينت هي ريكتس فيموريس، انما كل الرؤوس تقدر توصل للني جوينت، عشان كده ريكتس فيموريس عصبها هيكمل ويوصل لكبسوله الهيب جوينت، واعصاب الثلاث فاستاي هيكملوا لحد الني جوينت. في حاجه يا شباب، النيرف تو فاستس ميدياليس هو اللي بيصلاي عضله ارتيكولاريس جينو ماسل، معلش هو مش صح، هو النيرف تو فاستس انترميدياس، العصب بتاع فاستس انترميدياس هو اللي بيصلاي ارتيكولاريس، معلش هنصلح دي يا اولاد، النيرف تو فاستس انترميدياس مش فاستس ميدياليس، النيرف تو فاستس انترميدياس هو اللي بيصلاي ارتيكولاريس جينو. هو هنا نتر عمل ايه؟ قطع لكم حته من فاستس انترميدياس اللي بين ميدياليس ولاتراليس في التلت الاخير، فلقينا الالياف العميقه منها بتمسك في كيس شفاف اهو بيلمع فيه زيت، دي السوبرا باتيلر بيرسا اهي، دي ارتيكولاريس جينو. العصب بتاع فاستس انترميدياس بيخترقها ويروح لارتيكولاريس جينو ماسل، تمام؟ ايه الاكشن بتاعها؟ واضح في الصور دي قوي. كل العضله على بعضها تعمل ايه؟ سواء فاستس ميدياليس، فاستس لاتراليس، فاستس انترميدياس، كلهم بعد الباتيلا والجامنتم باتيلي بيفردوا الركبه اهو. كل العضله هي الباورفول اكستنسور اوف ذا ني جوينت، حسب ما انتم شايفين لو كل العضلات انقبضت هتشد الفوق، هتشد الباتيلا، هتشد التيبيا لقدام، فيحصل اكستنشن في الني جوينت. العضله هي اقوى اكستنسور، هي الباورفول اكستنسور للني جوينت. بس ريكتس فيموريس عدت على الهيب جوينت، شغلانتها ايه على الهيب جوينت؟ هي والله جايه من فوق الهيب جوينت، لما تيجي تقصر ترفع الفيمر لفوق يبقى فليكشن في الهيب جوينت. والقاعده كده اي عضله تعدي قدام مفصل تتنيه، واي عضله تعدي ورا مفصل تفرده، وده حصل في الشولدر فاكرين؟ بيكتوراليس ميجور بتعدي قدام الجوينت، الكلافيكولار هيد بتعدي قدامه تفرده تتنيه اسف، وورا منه العضله، او خدها مثال ثاني انتيريور فايبرز اوف دلتويد قدام المفصل تعمل له فليكشن، بوستيريور فايبرز اوف دلتويد ورا المفصل تعمل له اكستنشن، فاللي يعدي قدام الهيب جوينت لازم يعمل له فليكشن، انما اللي يعدي قدام الني جوينت يعمل له اكستنشن، تمام؟ يبقى دايما في الليمبس اللي هيعدي قدام المفصل الاولاني يعمل له فليكشن واللي يعدي وراه اكستنشن، واللي يعدي قدام المفصل الثاني يعمل له ايه؟ اكستنشن، واللي يعدي وراه يعمل له فليكشن، يبقى لو عديت قدام الهيب فليكشن، لو عديت قدام الني اكستنشن. يبقى الريكتس فيموريس بتفليكس الهيب جوينت. بعد كده قلنا اللور فايبرز بتوع فاستس ميدياليس بيساعدوا في تثبيت الباتيلا في المنتصف. حد بقى فكر شويه، هو ليه فاستس ميدياليس اكبر بكتير من فاستس لاتراليس واقوى منها؟ فاكرين الصوره دي؟ هرجعكم ليها تاني. احنا قلنا الياف فاستس ميدياليس الحمراء بتكمل الاخر، فاستس لاتراليس لا اخرها في اول اللاترال سوبرا كوندايلر ريدج وبعد كده بتبيض. افتكر معايا بقى، كان ربنا عايز فاستس ميدياليس تشتغل على الميديال بوردر في باتيلا اكتر مما فاستس لاتراليس هتشتغل على اللاترال بوردر، تفتكر ليه؟ هو في ايه فوق فاستس لاتراليس على طول وواصل لحد التيوبركل اوف ذا ايليا كريست؟ مش الاليوتيبيال تراكت؟ الاليوتيبيال تراكت هنا وماسكه في اللاترال بوردر بتاع الباتيلا. ارجع لاي صوره قديمه كده كانت هي فيها، شايفين يا اولاد؟ اليوتيبيال تراكت ماسكه في اللاترال بوردر بتاع الباتيلا، ده معناه ان جلوتياس ماكسيمس بعظمتها كلها وتنسر فاشيلاتها عايزين ياخدوا الباتيلا لاترالي، فراح ربنا مقصر في فاستس لاتراليس ومطول في فاستس ميدياليس عشان تعمل توازن، فاهمين ولا لا؟
يعني الاليوتيبيال تراكت بتشد الباتيلا لبره من هنا بالجلوتياس ماكسيمس اللي ماسكه فيها من فوق. يبقى احنا عايزين واحده تانية تبقى بقوه ماكسيمس تقريبا تشد الباتيلا الناحيه دي. فاحنا هنقول للشباب ايه الاكشن بتاع فاستس ميدياليس الخاص، اللور فايبرز اوف فاستس ميدياليس هيلب تو ستابيلايز ذا باتيلا ضد اللاترال بول اللي بتعمله اليوتيبيال تراكت. طبعا الاكشن الاخير انا قلته articularis genu بتحمي الساينوفيال ميمبرين بتاع الني جوينت من الانتربوليشن ديورينج اكستنشن اوف ذا ليج. تمام، تخيل انه فرد الليج بالعنف ده والكيس اللي متكون جوه الجوينت ما كانش خرج، كان زمان التيبيا والفيمر هرسوا الكيس الزلالي وفجروه والزيت اللي فيه خرج وفقدنا المفصل. تمام، اخر عضله في المجموعه هي تنسور فاشيا لاتا ماسل. تنسور فاشيا لاتا ايه الاورجن بتاعها؟ بين الانتيريور سوبيريور الياك سباين والتيوبريكل اوف ذا الياك كريست او الالياك تيوبريكل. اوتر ليب اوف الياك كريست، الشفه الخارجيه في الالياك كريست ما بين الانتيريور سوبيريور الياك سباين والتيوبريكل اوف ذا الياك كريست او الالياك تيوبريكل. وفين الانسرشن؟ قلناها من شويه، زرع نفسها في الحرف الامامي للاليوتيبيال تراكت. الجديد عليكم بس هيبقى مين العصب اللي مشغلها؟ في ناس بتصنفها تابعه للجلوتيال ريجون لانها شغاله من احد اعصاب الجلوتيال ريجون، سوبيريور جلوتيال نيرف، عصب المقعده العلوي سوبيريور جلوتيال نيرف هو اللي مشغلها. يعني هي العضله الوحيده اللي بتبان في الفرونت اوف ذا ساي بس مش شغاله من الفيمورال نيرف، شغاله من السوبيريور جلوتيال نيرف. طب ايه الاكشن بتاعها؟ كونها على الجنب تعمل ابدكشن اوف ذا ساي، يعني لو شدت ترفع كل اللور لمب ده تبعده لبره، تفتح الرجل لبره، صح؟ ابقى انت حط صباع على التيوبريكل اوف ذا الياك كريست في جنبك كده مكان ما انت بتربط الحذاء، وصباع تاني على جنب فخدك، وقرب الصباعين من بعض هتلاقي فخدك بيفتح لبره. ابدكشن اوف ذا ساي. وعلى فكره يا اولاد كونها بتعمل ابدكشن اوف ذا ساي ده يبعدها عن عضلات الانتيريور كومبارتمنت، لان اللي بيعمل ابدكشن اوف ذا ساي هم عضلات الجلوتير ريجون، جلوتياس ميدياس ومينيمس. العضلات الاماميه للفخذ تعمل فليكشن في الهيب واكستنشن في الني، انما ابدكشن اوف ذا هيب او ابدكشن اوف ذا ساي نبقى احنا فعلا تابعين للجلوتير ريجون. يعني في حاجتين يخلوا العضله دي فعلا مش فرونت اوف ذا ساي، العضله دي فعلا جلوتير ريجون. اولا شغاله باعصاب الجلوتير ريجون بتعمل الاكشن بتاع الجلوتير ريجون، وهي وجلوتياس ماكسيمس ماسكين في الاليوتيبيال تراكت. ومن خلال زراعتها في الاليوتيبيال تراكت هتعمل شغلانه الاليوتيبيال تراكت اللي قلنا عليها من شويه، هتاسست في الاكستنشن اوف ذا ني، لان الاليوتيبيال تراكت ماسكه قدام الركبه فكانها كوادريسبس فيمورس، بتساعد الكوادريسبس فيمورس في الاكستنشن اوف ذا ني، وتساعد على تثبيت البلفس في الفيمر وفي التيبيا اثناء الوقوف واثناء المشي ديورينج ووكينج اند ستاندينج، بالذات لو حضرتك واقف على رجل واحده وعايز تثبت اللور لمب كله في بعضه. كده يبقى خلص يا اولاد عضلات الفرونت اوف ذا سايد، واشوفكم ان شاء الله في الميديال سايد.